كل شهر والفواتير بتنزل زيادة علينا 200 و300 جنيه، كل شهر بتنزل زيادة وكهرباء ومية ومفيش استهلاك أصلا اللي هما بينزلوا ده. مش عارفين والله نعمل ايه، ومن ساعة ما السيسي مسك البلد وهي البلد اتقلب حالها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمش عارف جايبين على كهرباء 400 جنيه ومية 100 جنيه ولا أصلا معنديش مية، فمش عارف أنا معاهم ايه ولا نعمل ايه بالظبط. فشوف المسؤولين، وانا كل ما اروح مسؤول يقول لك لا اكيد عندك حنفيه مسربه من موقف ولا الشعب مش حد قاعد فيها، وجايبين لنا عليها 1000 جنيه وكهرباء على العداد، نعمل ايه يا ابني بقى؟ والشقه الثانيه كل شهر 500 جنيه.